الأسماء في اللغة الإنجليزية بتتجمع بطريقتين، إما الطريقة المنتظمة أو اللي تتبع القاعدة اللي هي بنسميها regular plural forms، أو الطريقة غير المنتظمة دي اللي هنتكلم عليها الحلقة الجاية بإذن الله. بالنسبة للجمع المنتظم أو اللي بيتبع القاعدة، القاعدة العامة للجمع إننا بنضيف للكلمة صوت الإس، وركز معايا صوت الإس، فأحيانا بيكون من الصعب إننا نضيف صوت الإس لكلمة بيتشابه مخارج حروفها الأخيرة مع حرف الإس، ولذلك مش هتقدر تضيف لها إس فقط، فلازم هنا تضيف إي إس مش إس علشان تسهل عليك عملية نطقها. والأصوات اللي بتتشابه مع حرف الإس في المخرج هي الإس نفسها لأن صوتها س، والسي إتش وصوتها تش، والإس إتش وصوتها ش، والإكس اللي هي صوتها كس، والزي اللي صوتها ز. ولاحظ ان التركيز هنا على صوت الحرف مش على الحرف نفسه، لان احيانا الحروف دي ممكن يكون مخرج صوتها مختلف عن مخرج صوت الاس، زي كلمة stomach اتنطقت stomach، هنا السي اتش ما اتنطقتش تش، ولذلك بتجمع باضافة حرف الاس فقط stomach stomachs، فمش هيسبب مشكلة ولا صعوبة في النطق، ففي الحالة دي بنضيف إس مش إي إس مع نفس الحرف ده. النقطة رقم 3 هي حرف الأو. زي ما احنا عارفين إن اللغة الإنجليزية واخدة كلمات من لغات كتير، بنضيف إس للكلمات اللي أصلها إنجليزي، زي piano pianos، kilo kilos، photo photos، logo logos، memo memos، وبنضيف اي اس للكلمات اللي متاخدة من لغات تانية، زي hero heroes، potato potatoes، volcano volcanoes. واحيانا بنضيف اس او اي اس والاتنين بيكونوا صح، زي buffalo buffaloes، cargo cargoes، domino dominoes، mango mangoes، tornado tornadoes، zero zeros. بالنسبة لحرف الواي احنا دايما بنحوله الى حرف الاي وبنضيف اي اس، baby babies، story stories. اما اذا جه قبله حرف متحرك مش هينفع نقلبه الى اي، لاننا كده هنجمع حرفين متحركين جنب بعض وده هينتج عنه صوت جديد يغير نطق الكلمة، ففي الحالة دي بنسيب حرف الواي زي ما هو علشان نحافظ على نطق الكلمة وبنضيف حرف الاس وخلاص، كي كيز، داي دايز. اما بالنسبة للكلمات المنتهية باف او اف اي، الكلمات دي ملهاش قاعدة ثابتة، احيانا بتتحول الى في اي اس واحيانا بتفضل زي ما هي وبنضيف اس، الحل انك تحفظها زي ما هي كل كلمة منفردة. واخيرا خلصنا الجزء الممل وجه وقت التدريب، هعطيكم 10 اسماء مفردة وتكتبوا الجمع بتاعها في التعليقات، مطلوب منكم تختبروا نفسكم اذا كنتوا فهمتوا الدرس وتشوفوا جبتوا كام من 10، وباذن الله تجيبوا كلكم 10 من 10. اوكي يلا نحاول. بيبي بيبي، توي توي، ويش ويش، تاكسي تاكسي، تشويس تشويس، wolf wolf، chief chief، bush bush، volcano volcano، photo photo. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من درس النهاردة اللي شرحنا فيه regular plural forms او اشكال الجمع المنتظمة، والدرس الجاي باذن الله هنشرح irregular plural forms او اشكال الجمع غير المنتظمة او الشاذة. نشوفكم على خير في الدرس الجاي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.